الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. جزى المشايخ خير الجزاء على ما قدموا وأفادوا. وهذه يا جماعة دي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام والسودانيين وغير السودانيين، لكننا في السودان السودانيين بيقولوا بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وحب النبي دين يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بتحبه قال لك: وحد الله سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا. بس دي دعوة الأنبياء جميعا، الأنبياء جميعا دي دعوة يا جماعة، لأنه يا جماعة الخير والبركات ما بتنزل إلا بالتوحيد. والناس اليوم يعيشوا المعيشة الضنكة، كان في السباق، كان في اللبيط، كان في شندي، كان في الدنيا كلها. السبب الشرك. حتى لو قلنا حتى في يقول لك في ضحاوي كارب، يعني دلوك، يعني صوتي صوتك، الحته دي ما بتشيل، بتشيل ما بتشيل، في ناس بيطلعوا فوق في العمود ها عشان يقولوا شنو؟ ما قال الله، ما قال الرسول؟ كله يا غزليه يا رايقه يا فنانيه، واحد يطير فوق تلقى الغبار واقف فوق فوق. في شنو؟ في دين؟ في كلام فاضي. ها انتوا ربنا بدي يقول الخير، لانه يا جماعه الموت ده ما معروف، الموت بيجيك سريع. اهم شيء تموت تقابل الله، انت راي النجيط، ما بتكون راي النجيط الا بالعقيده الصحيحه. ما بيكون عمتك كبيره ها ولا شنبك كبير ولا دقنك كبيره، هي الدقي من الدين، وبتنادي غير الله، بتقول في الليل الهادي بنادي سيادي جملة فرادي. انت راجل خايف ساكت، اول حاجة خلي شرك، انت راجل خايف ساكت، والله راجل ودمرة زي كده، والله عديه في راسه. يا اخي لو في راجل بيعبدوك ان نعبد النبي عليه الصلاة والسلام، خلي شيختك مليان بوزاق ومليان صعود وتمدي له ايدك وتوديه تديه مرضك. في ناس يودي مرضه العديل للشيخ عشان شنو؟ يحفظ الفاتحة عشان يديها جنة. شيخ عنده مجمع بتاع شفع، يديها جنة من وين؟ يديها جنة من وين؟ والشيخ ما قاعد في الظل، قارب ضارب عزيز الدخن وجداد مكرفس وجداد مقلب، ما بيضربها بيضربها الجلادة، ما بخليها، لأنه طنق المجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. خليك نجيط، ما تودي مرتك للرجال ها؟ وقال كثير يقول لك الشيخ الكباشي ما تكجنها، كما قال البرعي الضال المجرم المنحرف، قال كباشي كم عد ولد كم حل عقد. البيت بالجنة من يا مسلمين؟ منو؟ الله سبحانه وتعالى. كباشي ما عنده جنة ذاته، وضحتونا ما عنده جنة، والناس ديل وينهم؟ طيب بده الجنة، الناس ديل ماتوا مات. يا تلقى واحد مركب له حجاب يقول لك ده حجاب رزق وحجاب بندقية وحجاب ايه وحجاب شنو؟ والله لو ركبت الشيخ هنا ذاته، الشيخ ذاته لو ركبته هنا ده ما عنده حاجة لك. ولو جاتك عربية بتفرتك انت والشيخ وانت كله، تلقى واحد معلق صورة الشيخ في الدفار وفي العربية وفي القندراني وفي الهايس، تلقى معلق طوش الشيخ عشان شنو؟ عشان ما تجيها تنقلب، والله تجيك صاقعة فرتك حتة حتة. انت والشيخ، الشيخ ذاته وينه؟ الشيخ قال الدودو يا اخي، الشيخ مات يا اخي، خليك راجل ذكر. وده عندنا كثير في السودان، الناس بيمشوا، وده النشرة الصوفية يا جماعة، ده نشرة مشايخة الطرق الصوفية ها، وده الشرك. والله ده ما دين النبي عليه الصلاة والسلام، دين النبي في جانب ودين الصوفية في جانب براو، لأنه دين النبي ما فيه حجاب، دين النبي فيه إذا سألت فدع لله وإذا استعنت فاستعن بالله. شفت الإسلام ده رجالة، والشرك خيابة يا أخي، شرك خيابة يا أخ، خيابة نادي في الرجال يا أخ ها. وربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وربنا عمل لك اثنين وعمل لك نخرين وخلاك سمين، ده منو؟ ده الشيخ؟ عشان تنادي الشيخ؟ ربنا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الصورة دي ما واضحة يا مسلمين؟ صورة واضحة يا أخ، ربنا قال لك خلقتك أنا وعملتك في أحسن صورة، تمشي للشيخ ها؟
والانبياء يا جماعه كلهم زي ما قلت لك ربنا ارسلهم بالتوحيد. ربنا قال وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون فاعبدون اي يوحدون. وربنا قال وما خلقت الجن والانس الا لحاجه واحده الا ليعبدون برضو دي ليوحدون ليوحدون يا جماعه التوحيد. بعدين بدون التوحيد انت ماشي لله بشنو؟ لو مت الليله وبتنادي في الرجال تنادي في الجعلي ولا في واد بدر ولا في الحسونه ولا في المكاشي ومت على العقيده دي الجنه حرام عليك لانه انت بتكون عدو لله لانه ربنا قال لك ادعني ها ربنا قال وقال ربكم ادعوني ان الذين يستكبرون عن عبادتي ربنا قال سيدخلون جهنم شنو؟ داخرين داخرين اي ذليلين حقيرين لانه ربنا خلقك عشان تعبده. والنبي عليه الصلاه والسلام قال الدعاء هو العباده اذا سالت فدع لله واذا استعنت فاستعن بالله. والناد عندنا في السودان يا جماعه والله لو جات نصاقه عدس كملتنا جد وجات نية نصيبه كملتنا ولو جات كورونا ولو جات غيره السبب الصوفيه ديل والله الشركه النشر الصوفيه ديل والله لو قام ابو لهب عليه لعنه الله حيقول لهم ذوتوها شويه يا صوفيه ابو لهب ذوته حيستغرب. انا متاكد ابو لهب حتمتكوا كورونا وطلعته طقع ويطرش يطرش يطرش عديل لانه ابو لهب ما قال الكباشي ماسك الجنه الصوفيه قالوا الكباشي ماسك الجنه ها وقالوا الحسون ماسك المدفونه وقالوا المرغنيه قالوا نحن المراغنه عن قدم من زمان الكون اعلاه اسفله في طي غبضتنا. يا جماعه ده ما اجرام ده اجرام ولا ما اجرام؟ دول ما قال انا ماسك الميكروفون ده ولا قال ماسك الزول شايل نفرين فوق بعضهم قال ماسك الكون كله. اذا كان ده ما اجرام الاجرام ده كيف انه شكله كيف؟ بيطرش بيولع دخان ده المجرمين يا اخي. وربنا قال السماوات ماسكه انا ربنا قال ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. ماسك الله ما الكباشي ما وضحتونا ما البرعي ما طور عفينا ما الخنجر ما الكباشي لانه الخنجر المجرم بتاع جامعه ام درمان قال الشيوخ بده الجنة وبيحيوا الموتى وربنا قال ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير. البيحيوا الموتى الله ما الشيوخ والبد المطر الله ما الشيوخ. ربنا قال افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. المويه دي ما جايبه الشيخ المويه حقت الله حقت الله سبحانه وتعالى. فيا مسلمين ختاما نحن ما دارين نطلع على الناس لكن دا يا ربنا يرحمك ويتولاك خلي عقيدتك تمام تمام لانه الموت يمكن يجيك في عمر 10-15 سنه بتشرب الشاي قاعد في الحلقه دي راكب القندراني راكب الركشه اخليك عقيدتك تمام. والله العقيده دي اهم من راس مالك واهم من دكانك واهم من عربيتك واهم من الدنيا كلها لأن ربنا بعوضك. لكن لو عقيدتك فازة ومت على الشرك انت خسرت الدنيا والآخرة يا جماعة خسرت الدنيا والآخرة. ويا جماعة احنا شايفين البلد دي في خير ما شاء الله الدعاة قاعدين بتسمعوا والخيرات راكدة دي كلها حق الله سبحانه وتعالى. ما في دول عنده ضبانة فيه ما في دول عنده غنماية عنده فيها حاجة. الغنماية دي موحدة الغنماية دي شايفة الجنب العربية دي غنمايه دي ما في غنمايه قالت يا ود حسونه من المدفونه سمعتها؟ فيه سمعت الخروف قال يا ود بدر من الفقر؟ فيه قال يا ود بدر من الفقر ديل البشر ديل البشر. اما البهايم موحده البهايم موحده تلقى الشيخ يذبح الخروف الخروف الموحد وياكل الشيخ المشرك بعد ما ياكل الخروف جد لا يخلي زيو اضغان لا ضفادع لا غيره بعد يقول يا ود بدر من الفقر ده ما مشرك يا ود حسونة من المدفونة. عين فوق نادي بذوق عين تحت نادي مسك
عاين صعيد نادي عوض الصيد، عاين قدام نادي الهمام. الله وينه؟ الله وينه؟ والله مقصر فيك في شنو؟ ربنا قال أليس الله بكاف عبده؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ يخضر بمشي الحمام والشيخ ذاته بيجوا إزعاف بيودوه المستشفى بتاعت من هنا، كان عيان هنا بودوه عطبرة ولا بودوه الخرطوم ولا بودوه برا الأردن، بيودوه برا الشيخ ذاته. تلقاه خدت له حاجات هنا وحاجة في نخرته وحاجة في عينه، يتوقع ما أقلع التان الناس كلها أقلع الشيخ وأقلع الخرفان. بعد أجي واحد حوار يقول له أبويا الشيخ أنا عنده وجع ظهر، وأبوك الشيخ التخار يهودان، أبوك الشيخ ذاته تعبان قاعد في العين في الإنعاش في العناية الوسيطة، ممنوع الاقتراب والتصوير، ممنوع الدخول قطعيا، أبوك الشيخ تعبان. كيف تنادي التعبان؟ انت ما تنادي الحي الذي لا يموت. فدي عقائد يا جماعه منتشره، والحجابات منتشره، تلقاها مربوطه في الغنمايات ومربوطه في الكارو ومربوطه في الحصان ومربوطه في البشر. عشان شنو؟ عشان يجيب الرزق. تلقى واحد عنده حجاب رزق وللساعه واحده ما فطر، حجابك ده بيشتغل 200؟ انت الساعه واحده ما فطرتها ولا شغال مونة فوق، شغال قدح مونة فوق، قدح مونة داير له حجاب؟ ما تمشي تلقاك ناس شغال يا ناس يشتغل معاكم طلبة وقال يومين ب 100 جنيه ولا بيدوك 100؟ صح مونة؟ انت لو السيجارة دي جات واكعابك من فوق ومت تموت بحجابك؟ تلقاه يسوي كذي، اكتبوا له حجاب من الخربنا خراب، ده خربك ذاته، ده الخربك ذاته. ولذلك تلقى واحدين صوفية وقت يسافر السعودية هناك في البحر يقولوا نحن ماشيين على بلد الوهابيه، قدعوا الحجابات في البحر، تاك تاك الحجاب ده الاسكيات بس يشيلوا يدعوا. هناك لقوا واحد مره، لقوا هناك ناس ناس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا له ما هذا؟ قال لا، قال لي آية الله. قالوا له آية الله دي نزلت هنا، ما نزلت هنا، نزلت وين؟ نزلت في مبدا؟ آية الله دي نزلت هناك في بلاد الحرمين، بلد التوحيد، مهبط الرسل هناك، ما فيها حجاب، ما فيها حجاب. النبي صلى الله عليه وسلم ضربته العقرب، وعمر رضي الله عنه ضربوه، ضبحوه عديل، طعنوه بسكين بخنجر، وعلي رضي الله عنه برضه مات، وعثمان مات برضه ضربوه. ده الصحابة، ده الأولياء ماتوا مطبوحين عديل. يحيى عليه السلام ضبحوه، ده ما يعرف حجاب السكين؟ يعرف أبوك الشيخ في 2020؟ ده الأنبياء ماتوا عديل كده، ضبحون عديل، ضبي عديل. فلذلك انت لو لبست حجاب ولا ما لبست حجاب في النهايه حتموت. ما طالب بتموت يقول لك الخواف رب عياله، كان خفت ولا ما خفت بتموت؟ ورضان قال قل لو اجتمعت الامه على ينفعوك بشيء لا ينفعوك، ولو اجتمعوا تاني علشان يضروك، لو ربنا ما اراد لك الضرر يقع ما بيضروك، ما تخاف، لأن الناس أكثرهم بيخافوا من الموت، وأنت في النهاية بتموت. المسلم بيموت، والمؤمن بيموت، والمشرك بيموت، والعلماني بيموت، والشيعي بيموت، لكن موت أنت مسلم يا أخي. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم شنو؟ مسلمون يا جماعة، مسلمون، العقيدة الصحيحة. فلذلك يا جماعة الموت بيجيك سريع عشان تموت، وربنا راضي عليك، وربنا ما بيرضى عليك الا بالتوحيد. وعشان في النهايه حتى لو مت عندك معاصي ربنا بيغفر لك يا جماعه. ربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربنا بيغفر الخمره، الزنا، اللواط، قتل النفس، ده كله من الكبائر. في النهايه بتاخذ جزاك في النار، في النهايه مصيرك تخش الجنه. اما الدور المشرك مد على الشرك، لو ما شرب سيارة، ولو ما شرب بنجو، ولو ما شرب أكل صعود، ولو ما زنى، ولو ما قتل نفس، بس عنده حاجة واحدة بنادي غير الله، ده والله الجنة حرام عليه يا جماعة، حرام عليه، ما بشوفه نهائي.
نهائي. ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. جزاكم الله خير وبارك الله.